شاهدا على العهد العثماني في محافظة إربد، يشمخ متحف السرايا لنقل روايات التاريخ وشخوصه. سبع مقامات تضم بين حناياها شواهد وانتكات تستحضر الماضي، أما المدخل فيعلوه نقوش تظهر الإبداع المعماري بين حناياها. مبنى أسس على الجهة الجنوبية من تل إربد، هذا التل الأثري الذي تمتد تاريخه من العصر البرونز المبكر وحتى الفترة العثمانية وحتى يومنا هذا. هذا المبنى أسس في البداية كحامية أو كقلعة من قبل الدولة العثمانية على مبدأ القلاع على طريق الحج الشامي، ونلاحظ ذلك من حيث التصميم المبنى، حيث وجود الطابق الأول والثاني بالإضافة للساحة الموجودة كقلعة أسس، يعني حتى كان يعني مأوى للرعيان وللحيواناتهم بهذاك الزمان، بالإضافة للمارة أو للرحال أو للفيرين، يعني من خلال، وهذا موجود يعني بمنطقة معينة اللي هي المذاود داخل القاعات. فيما بعد تم استخدامه يمكن بسنة 1886 حسب النقش الموجود للحاكم العثماني، وسمي بدار السرايا بذلك الوقت. طبعا المبنى أكيد تأسس على أكثر من مرحلة كطابق أول، وتم له بعض الإضافات، وبقي كذلك على هذا الحال إلى أن تم استخدامه من قبل الحكومة الأردنية، وتم العمل على ترميمه على فترة جيدة من الزمن حتى يتم تحويله لمبنى متحف آثار إربد. وبالتالي جمالية المبنى هو من أجمل المباني الموجودة في وسط إربد، بالإضافة للبيوت المجاورة له، يأم الزوار من كل الأماكن سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو من خارج المملكة، من أجل الزيارة والاطلاع على المعروضات الموجودة اللي هي تمثل تاريخ وحضارة محافظة إربد، تاريخ الأردن بشكل عام. عدد الزوار يعني حاليا بيجينا ما يقارب 2500 سائح سنويا، طبعا يعني معظم في منهم من السكان المحليين، بالإضافة للجروبات الأجنبية من خارج البلد، بالإضافة لأشقائنا العرب من الدول العربية المجاورة والشقيقة. متحف دار السرايا أيقونة تاريخية في الإبداع والتصميم، يحاكي في تصميمه حداثة الحاضر وعراقة الماضي. وعام 1886 بات المتحف المقر الجديد للحكم العثماني. تحدث عن فعاليات اللي يقدمها مبنى سرايا دار إربد. مبنى دار السرايا لطبيعة هذا المبنى التراثية والساحة الموجودة في هذا المبنى الواسعة، يستخدم أحيانا لعقد بعض الأنشطة الثقافية، الأنشطة الرسمية من ضمن التابع لبعض المؤسسات الرسمية أو بعض الجمعيات. أيضا دعقد في هذا المبنى بعض الدورات التي تخص الآثار وأخرى التي لا تخص الآثار، من ناحية الجمعيات التي تقوم بعقد بعض هذه الدورات، بالإضافة اللي هي الساحة التي تتوسط المبنى دار السرايا. في عام 1994 عمدت دائرة الآثار إلى نقل محتويات متحف آثار إربد من موقعه القديم في الحي الجنوبي لمحافظة إربد في متحف دار السرايا، ليكون أيقونة يرتادها الزوار وتستقطب النشاطات.